باي باي فيبو. بنودع فيبو دلوقتي يا جماعه، راجعين تاني على مصر. للناس اللي سالت امبارح بعد ما نزلنا الفيديوهات ايه هو فيبو، فيبو هو معرض بيتعمل كل سنه في المانيا هنا، بيتعرض فيه كل حاجه جديده ليها علاقه بالفتنس، سواء اجهزه جديده، تكنولوجيا جديده، سيستم جديد، اوتفيت، نيوتريشن ثيريز، نظريات في النيوتريشن في التغذيه جديده، حاجات في اللبس الرياضي الجديد، سبلمنتس، فيها كل حاجه ليها علاقه بالفتنس. ملايين بيبقوا موجودين هنا في المعرض ده من كل انحاء العالم. السنه دي كنا هنا علشان نوصل لكم شويه من الحاجات الجديده، وطبعا علشان احنا بنجيب حاجات جديده من هنا او بنعرف ايه الجديد في العالم. نزلنا المره اللي فاتت او امبارح شويه فيديوهات ليها علاقه بالاجهزه الجديده، استنونا في الكام يوم الجايين بفيديوهات تانية. زعلين جدا ان احنا راجعين للاسف، بس انتوا وحشتونا واكيد وحشتكم فيديوهاتنا، فاستنوا المناهج الجديد. باي باي.